مشاهدينا، وينضم معي من الموصل سيد محمد عباس الناشط المجتمعي من هناك. مرحبا بك سيد محمد. نتساءل ما هي أبرز التحديات التي تواجه النازحين في العودة إلى مناطق سكنهم؟ نعم، تحية طيبة لك ولمشاهدي قناة الحرة الكرام. للأسف يعني بداية أقول يعني من المؤسف أن يعني أنا أتحدث بعد عقد من الزمن عن ملف يسمى ملف النازحين، وهو كما يعرف مجموعة من المواطنين الذين تم يعني نزحوا إجبارا وقسرا من مدنهم وقراهم وغادروا منازلهم لنتيجة ظروف الحرب 10 سنوات، ويعاني بلد مثل العراق بكل ما يملكه من موارد وإمكانيات ومن تاريخ. للأسف الشديد يعاني من هذا الملف. أنا أجد بداية بأن يعني هذه علامة تقصير واضحة وربما يعني وصمة عار بجبين السلطة في العراق، عندما يعني نلاحظ هذا الملف يعني لا زال متلكئا ولا زال هناك يعني آلاف النازحين يعانون من يعني في خيم مهترئة من حرارة الصيف الشديدة وبرد الشتاء القارس في العراق. وزارة الهجرة العراقية تعاملت مع هذا الملف بقرار معين سريع أيضا عندما قررت إغلاق مجموعة من المخيمات وأبقت على مخيمات أخرى تحديدا في إقليم كردستان، لكنها لم يعني تعقب ذلك بإجراءات حقيقية لإنصاف هؤلاء العائدين إلى مناطق سكناهم. بالتالي أصبحت المشكلة مضاعفة عند حتى أولئك العائدين من النازحين عندما عادوا إلى منازل مهدمة، عادوا إلى مناطق تفتقد إلى يعني جميع يعني ما هو مطلوب من البنى التحتية. وقالت هذه الوزارة بأنها ستعوضهم بمبالغ مادية، أيضا هذه المبالغ تشهد بيروقراطية معقدة، وكثير من أو أغلب أولئك النازحين لم يستلموا تلك التعويضات. مع كل اللي ذكرته سيد محمد، نعم، مع كل ما ذكرته من يعني تدهور لأوضاع النازحين والعائدين كذلك، نتساءل كذلك كيف يؤثر الوضع الأمني الحالي على جهود إعادة النازحين إلى مناطقهم؟ نعم، يعني هناك مشاكل عديدة تؤدي إلى عدم عودة النازحين، بعضها اقتصادية وبعضها سياسية أيضا وبعضها أمنية. أمنية مثلا عندما نتحدث عن مناطق مثل جرف الصخر، هذه المناطق يسيطر عليها من قبل جماعات سياسية وعسكرية أيضا، ربما من جماعات حتى تصنف حتى من قبل الحكومة بأنها جماعات خارجة على القانون، وهناك تكتيم كبير عن هذه المنطقة ومن يسيطر عليها. بالتالي هذه أهالي هؤلاء هذه المنطقة هم يعني لا يمكنهم العودة إلى منازلهم. وأيضا لدينا في نينوى في قضاء سنجار مثلا، هذه المنطقة التي تشكل يعني فيها تحديات كبيرة وتتدخل فيها أجندات يعني محلية ودولية وأقليمية، بحيث تتصارع فيها الإرادات السياسية والمصالح، وهناك أكثر من كيان مسلح يعني خارج عن الدولة يسيطر على هذه المنطقة. بالتالي أيضا يعني لا يمكن للأهالي العودة إلى هذه المناطق، يعني إضافة لأن بيوتهم مهدمة، إضافة لغياب البنى التحتية، هم يعانون من مشاكل يعني يخشون من الوضع الأمني الصعب في تلك المناطق. أنا تحدث لي أحد النازحين وقال لا يوجد يعني لا يمكن لأحد أن يتحرك في الليل داخل قضاء سنجار في مناطق محددة تحديدا نتيجة يعني الجماعات الكثيرة التي يعني تنزل في أوقات معينة إلى داخل هذه المدينة من الجبل أو مناطق أخرى، ويعني ترهب المواطنين وتحاول أن يعني تفرض إيرادات وتفرض كثير من الأجندات على من يحاول حتى العودة إلى هذه المناطق. بالتالي المشكلة الأمنية المشكلة قائمة في بعض مناطق النزوح، إضافة إلى مشاكل سياسية في أماكن أخرى. طيب دعنا نستعرض سيد محمد إذا أمكن تستعرض لي يعني الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية لتحسين الوضع الأمني في المناطق المتضررة، ليس فقط الأمني ولكن تحسين حياة الناس العائدين وتأمين العائلات بشكل كامل. يعني المعلن من إجراءات وزارة الهجرة العراقية قالت بأن اتخذت قرارا بإغلاق جميع المخيمات عدا مخيمات إقليم كردستان، وقالت بأنها ستمنح لكل عائلة عائدة إلى يعني موطنها الأصلي 4 ملايين دينار، وتمنح أيضا بعض الأجهزة الكهربائية والأثاث وما إلى ذلك. لكن هذا الإجراء يعني وحسب ما ينقل لنا نحن كمراقبين من قبل عوائل النازحين بأنه إجراء يمر
بعملية معقدة وصعبة وفيه أيضا محسوبيات وفيه فساد، فبالتالي في هذه الجزئية هناك تقصير. في الجزء الآخر عندما عادت تلك العوائل إلى مناطقها وجدت بأن بيوتها مهدمة، بأن شبكات الصرف الصحي، شبكات المياه، شبكات الكهرباء، أيضا هذه ربما ليست مسؤولية وزارة الهجرة بشكل مباشر لكن مسؤولية الحكومة بمؤسساتها والوزارات الأخرى، كيف يمكن أن يتخذ قرار لإغلاق المخيمات دون أن نوفر الحد الأدنى على الأقل من متطلبات الحياة الكريمة؟ بالتالي أيضا هناك تقصير في هذا الجانب، تقصير في المنح التي يفترض أن تسلم للنازحين، وتقصير في ترتيب الوضع الأمني لتلك المناطق. يعني ما هي سيد محمد، يعني ذكرت نقاط مهمة عديدة، ولكن نتساءل ما هو دور منظمات غير الحكومية أو حتى المنظمات الدولية لتسهيل أو عودة النازحين ودعم النازحين إذا كان معيشيا وأمنيا وعلى كافة الصعد؟ كما تعلم ملف النازحين بدأ منذ عام 2014، وصدقا لولا الجهود الكبيرة للمنظمات الدولية، منظمات يعني المجتمع المدني الدولية والمحلية، لولا الجهد الكبير في تقديم الإغاثة والمأكل والمشرب والملبس والأدوية لكانت يعني معاناة النازحين متفاقمة بشكل كبير. أتحدث عن ما كان يقدم للنازحين داخل المخيمات، لكن بعد أن اتخذت الدولة قرارا، الحكومة العراقية اتخذت قرارا بإغلاق المخيمات، فبالتالي تبعثر هؤلاء، توزعوا على مناطق سكنهم الأصلية، بالتالي حتى تلك الجهود التي كانت تقدم لهم من قبل المنظمات أصبحت معدومة وغير متوفرة، لأن باعتبار أنهم عادوا إلى منازلهم، عادوا إلى يعني مدنهم التي كانت يعني تحت سيطرة التنظيم ثم لاحقا حررت. فبالتالي هؤلاء، أنا وجدت البعض من أولئك كانوا يعني قالوا لي بالنص بأننا كنا في المخيمات نستلم مواد غذائية، وبعض الأحيان نبيع ما زاد عن حاجاتنا من هذه المواد لنشتري ممكن أدوية، ملبس، أمور أخرى. أما الآن فهم ربما يسكنون في منازل أقربائهم، في يسكنون في الإيجار في مناطق معينة، بالتالي الأزمات الاقتصادية تضاعفت عند عدد كبير من هؤلاء. السيد محمد عباس الناشط المجتمعي من الموصل، كنت معنا ضيفا كريما، شكرا جزيلا سيدي لانضمامك إلينا.